هنا يا معلم. مرن يا استاذ حنفي. لوحدينا لو سمحت. اتفضل. انتوا رياض؟ الواد ده مستقصدك وحطك في دماغه. واد مين يا حنفي باشا؟ حاربي طبعا. هو في غيره؟ زمان جاب وشك بارني غزال ودلوقتي بيبهدلك. وحكايته انه جاب وش بارني غزال فده فعلا حصل، لكن اللي بيني وبينه انا اعرف اصفيه. لكن انت ايه اللي عرفك بالمواضيع دي كلها؟ ايه بتسال السؤال العبيط ده؟ رشوان بيه ما تخفاش عنه اي حاجه بتحصل، انما انا اللي مستغرب له بقى معلمه شراح بقى بعد طول العمر ده في خدمتك ليها والعشره اللي بينكم تعمل كده؟ ده انت كنت دراعها لمين يا جدع؟ عيب قوي تبهدلك كده. حق مش عليها، حق على الكلب اللي اسمه حربي، هو والتيو اللي اسمه زين اللي معاه. ايه اللي حصل بالظبط؟ ساعة ما الواد حربي خرج من السجن واكل بعقل معلمه كنافه وعمال يلف ويلف ويحشي. هو معقول الكلام ده يخيل على معلمه زي انشراح؟ ده اللي حصل يا حنفي بيه. وانا هكدب على سعادتك ليه؟ انت مش فاكر سعادتك اليوم اللي جيت في المستودع انت ورجالتك عشان تاخد البضاعه من معلمه انشراح؟ ايه اللي حصل ومين اللي وقف قصادك؟ قول لي انت سعادتك ايه اللي حصل؟ هقول لك انا مين اللي وقف قصادك. الواد حربي والتيو اللي معاه اللي اسمه زين. انت فاكر ولا عامل انك فاكر ولا ايه ظروفك؟ مش ناسي يا اخويا، مش ناسي. اهو من يوميها بقى والمعلمه مسلمه ودانها. الواد حربي راكب على كتفنا ومدلدل رجليه، مش بس كده، بدأت بينهم الودودة والوشواشة والهشاشة وكلام في السر وكلام في ال اتودوا. تقولوا ايه؟ كانوا بيتكلموا يعني على حكاية الفلوس اللي متأخرة عند رشوان بيه. بصراحة الموضوع ده كان مغير المعلمة وكانت عايزة تاخد حقها بالعافية، لكن أنا قلت لها لا ما يصحش. عيب يا معلمة، رشوان بيه ده راجل كبارة وليه اسم في السوق، ما يصحش إن احنا نغب عليه. لكن تقول لمين ومين يسمع؟ كلام في سرك محدش يعرفه لا انا ولا انت. زمانهم دلوقتي فضل خيرك بيجهزوا مغرز لرشوان بيه. انت متاكد من الكلام ده؟ امال كل اللي حصل ده عشان ايه؟ عشان انا كنت بحاول اعقل المعلمه وهديها، عشان كده الواد ده اتهجم عليا. لكن انا قلت لا يا قبضايا الطيب احسن، انا كان ممكن اخلص على التيوي ده. لكن مسير الحي اتلاقى افرمه. ياه ده انت معبي قوي يا اخي، بس هتاخد طارق وعلى ايدي. سلام. هات ام يا حرب الكلب، نزفك لاخرتك. كنت فين كل ده يا عم؟ كنت عند صلاح. كلمته في موضوعنا؟ هو في موضوع غيره. وقال لك ايه؟ قال هيدرس الموضوع يبقى يرد علينا. امتى يعني؟ الله اعلم. طب مش يلا نقوم ننام بقى؟ ولا احنا نستنى الاستاذ صلاح لغايه لما يرد علينا؟ على رايك. يلا بينا. بقول لك يا زين، البت دنيا بايتة هنا ولا روحت شقتها؟ روحت وخدت معاها دعاء. بقول لك يا حربي، البت دنيا بتعزك وبتسمع كلامك، قول لها تبعد عن دعاء وتسيبها ترجع لبيت ابوها احسن. دعاء دي غلبانه يا حربي، ملهاش في سكك دنيا وانت فاهم. يا عم مفيش حد غلبان، انت اللي غلبانه. زي قصدك ايه يا حربي؟ قصدي يعني ان محدش ضربها على ايديها يا زين، هي اللي اختارت بنفسها وراحت لدنيا برجليها. طب بقول لك ايه بقى يا عم حربي؟ انا اقدر اقصر الدنيا دي عن دعاء بطريقتي، بس انا اللي مش عايز عشان عارف انها تخصك وتبعك. طب ايه ده؟ ايه ده؟ بطل ضربه الدماغ اللي انت فيها دي. يعني ايه؟ يعني طز فيك انت ودعاء ودنيا واي حد تاني. خلينا في الهباب اللي احنا فيها دي يا زين، ده احنا في مصيبه يا عم مش عارفين نحلها، ولما نحلها بقى يبقى فوق الحكايات الخايبه بتاعتك انت ودعاء ودنيا. هي بقت كده يعني يا عم حربي؟ بتبيعني؟ يا عم لا ببيعك ولا حاجة، احنا في الأول يا زين ما كناش عارفين طريق لدعاء، صح؟ دلوقتي بقينا عارفين هي فين؟ وقاعدة مع مين؟
خلاص يومين بس نظبط مصالحنا وبعد كده اللي انت عايزه يكون يا زين. ماشي ماشي يا عم حربي، ما نشوف اخرتها معاك. ما انا مفيش حد في الدنيا دي بيعرف يسجدني وينيمني غيرك، وانا بقلبي الطيب بمشي وراك وبصدقك. لا وحياة امك بلاش قلبي وقلبك والكلام الحنين ده، سيبه ووفره الدعاء بتاعتك يا حلو انت حنين يا متدلع. يلا تصبح على خير. صباح النور يا حبيبي. أكرم، هي حادثة الأكل السايب دي في المنطقة بتاعتك؟ أيوه بابا. وصلتوا فيها الحاجة ولا لسه؟ لا لسه بنعمل تحريضها. بس أنا بقى عندي معلومات مهمة. معلومات إيه دي؟ عرفت مين اللي قتل عم رزق؟ مين عم رزق ده؟ ده السايس يا بابا اللي اتقتل امبارح. يا سلام، وعرفتيها لوحدك بقى ولا حد دلك عليها؟ يا ست منى لوحدي. وطلع مين بقى ست أماني؟ واحد في المنطقة تقريبا اسمه أبو ضاي. عرفتيها ازاي دي؟ كل اهل المنطقه بيقولوا ان هو اللي ورا الحكايه، وامبارح في الجنازه حصلت حته خناقه وطردوه من الحته خالص. الكلام ده مظبوط يا اكرم؟ والله احنا لما حققنا مع اهل المنطقه كلهم محدش جاب سيره الجدع اللي اسمه ابضايا ده ولا اتهمه بحاجه. عشان كانوا خايفين، بس انا بقى بطريقتي الخاصه عرفت تفاصيل الحكايه. يا سلام هايل. بص يا اكرم، انا قلت لك كل اللي عرفته وشفته بعيني. ده كلام، مجرد كلام، وفي شغلنا كلام من غير دليل ما يسواش قرش ساف. ماشي، بس انا بقى قلت لك على كل اللي عرفته، ويا ريت بقى لما تعرف حاجه تيجي تقول لي، ولا احنا بقى اخوات اوانطا؟ بنت عيب. يلا يا حمزه عشان اوصلك معايا. طب استنى خدني معاك. لا مش حالها. يلا يا حمزه. طيب بابا، ايه يا حبيبي؟ هو ماله تنرفز كده ليه؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ ساعات بتنسي انه اخوك الكبير ولسانك بيبقى زي المرزبه. طيب الحق اغير انا عشان اروح الجرنال. واخرتها معاكي يا اماني، هتفضلي حاطه نقرك من نقر اخوكي لحد امتى؟ في ايه تاني يا منى؟ شوفي يا اماني، احنا متربيين مع بعض من واحنا عيال صغيرين، وطول عمري بعتبرك زي اختي الصغيره. من واجبي عليكي اني لما اشوفك بتعملي حاجه غلط انبهك. وايه الغلط بقى اللي انا عملته يا ست منى؟ اكرم قرا اللي انت كتبتيه امبارح، وما تتصوريش كان متضايق قد ايه. وايه اللي ضايقه في كده؟ انا اللي كتبت اسمه ولا جبت سيره حد. بطلي استعباط، انت عارفه ان كده ممكن تاذيه في شغله. انا ما اذيتش حد، واللي مش عاوز يتاذي ما ياذيش الناس. اصلك ما شفتيش منظر حربي كان عامل ازاي؟ ويطلع مين بقى سي حربي ده؟ ده الجدع اللي كانوا بيحققوا معاه. لو شفتي منظره هيصعب عليكي قوي، كان مضروب بشكل بشع. وحربي ده يهمك اكتر من اخوكي لدرجه انك تفضحيه في الجرايد؟ انا ما فضحتش حد، انا بتكلم عن المبادئ والاصول. المفروض ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، مش يهنوه لمجرد انه مشتبه فيه. يعني انت عايزاهم لما يحققوا مع حد يدوله ايس كريم ويطبطبوا عليه وينيموه على ريش نعام؟ انا ما قلتش كده يا منى، بس على الاقل المفروض يتعاملوا معاك كانسان ليه حقوق. شغلك في جرنان المعارضه ده بوظ لك دماغك. او ممكن تقولي انه عدلها. على اذنك بقى عشان عندي شغل مش عايزه اتاخر. سلام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا روح. عرفت اخر الاخبار؟ قصدك على الخناقه اللي حصلت وطرد ابضايا من الحته؟ سيادتك عرفت منين؟ ما انا ليا مصادر. تعالى معايا واحكي لي بالتفصيل. ها يا بيه، بعد دفن القتيل قامت خناقه كبيره قوي بين ابضايا ورجالته واهل المنطقه. ابضايا اتضرب فيها وتهزق جامد قوي. المعلمه انشراح ما سكتتش، طردت ابضايا ورجالته بره المنطقه. مين اللي ضرب ابضايا؟ حربي. حربي برضه؟ ولا انت مش عايز يجيبها لبره ولا ايه؟ وابضايا عمل ايه؟ راح قعد مع العيلين اللي معاه بره المنطقه. الحكايه دي مش هتعدي على خير. هات الملف. ابضايا المراقبه تستمر عليه، فاهم؟ حاضر يا فندم. في حاجه يا روف؟
هو كان في موضوع كده كنت عايز اخد رأي سعادتك فيه. خير فيه؟ هو موضوع خاص شوية يعني. اتفضل يا رؤوف اتكلم. هو الموضوع خاص الأنسة أماني. أماني أختي؟ أيوة يا فندم. مالها أماني؟ هو اللي قالك كده؟ أيوة يا رشوان بيه. تفتكر يا حنفي الواد ده بيلف ويدور علشان ينتقم اللي اسمه حربي والمعلمة اللي اسمها انشراح دي بعد اللي عملوه فيه، ولا بيتكلم جد؟ أنا ليه نظر يا باشا؟ لو كان بيلف ويدور كنت عرفت، ده غير بقى أنه واخد له كاسين سبيرتو، واللي يشرب سبيرتو يا باشا ما يعرفش يكذب، يقول كل اللي في قلبه ويجيب من الآخر. طب مستني إيه يا حنفي؟ تب وتغطس وتجيب لي اللي اسمه قبضايا ده من تحت تقطيق الأرض. ازيك يا